مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعتكم اليوم بأكل الشاورما أطيب من المحلات. خلينا نبلش سوا. هون أنا فكرة حالي بشغل الكاميرا وهي كانت مطفية. حطيت بالخلاط 4 معالق لبن، معلقة دبس فليفلة، معلقة دبس بندورة، ليمونة مقشرة وبرتقانة مقشرة، وخمس فصوص ثوم، وست حبات قرنفل، معلقة زنجبيل. طبعا هدول البهارات راح اقولهم معالق صغار، معلقة زنجبيل، معلقة بهار فلفل، معلقة قرفة، نص معلقة كركم، معلقتين بهار مشكل. انا راح اكتب لكم اياهم بصندوق الوصف بالبهار. وحطيت هون معلقة صغيرة كزبرة، وتقريبا شي كاسة زيت نباتي، كاسة شاي هيك شي زيت نباتي، وبخلطهم مع بعض. هاي كمية البهار لكيلو صدورة، لكيلو شرحات. بدك تعملي اكتر اقل، بدك تكتري او تقللي من كمية البهار والصوص. كل مرة بجرب طرق شاورما ما بتطلع معي الطعمة تبع المطاعم، بس هي المرة جبتها مظبوطة، الطعمة المظبوطة للمطاعم. هي عندي الصوص صار جاهز بعد ما طحنته، شوفوا قوامه. جبت الكيلو الاسطورة او الشرحات، ما بدي اقطع، هخليها مثل ما هي. حط لهم نص الكمية الصوص، نص الكمية، النص الثاني راح احتاجه بعد شوي. هلا راح خلطهم مع بعض. هلا هو الاحسن انك تتبليه قبل بيوم، مشان التتبيلة والبهار تغب الدجاج، يغبه ياخذ الطعمة. انا كنت مستعجلة، عملتهم الصبح، تبلت الصبح والمساء جهزتها. حطيت بالمقلاية معلقة سمنة، وإذا عندك لية تطلع أزبط، أنا ما كان عندي لية، حطيت بس سمنة وحطيت الدجاج عشان أقلي. طبعا بدون تقطيع مثل ما حكينا، مثل ما هو هيك بتركه يتقلى لحاله لحتى ياخد اللون اللي بدي اياه. هلأ شوفوا كيف رح يطلع اللون، عن جد عن جد يعني ما توقعت الطعمة تطلع هيك. طعمة مطاعم يعني نفس تتبيلة الشاورما مثل المطاعم. هلا اخذت اللون اللي بدي اياه، هيك اللون اللي بدي اياه، راح اقيمهم لين يبردوا شوي، بعدين بلش اقطعهم. شوفوا كيف راح نقطعهم سوا. هاي هلا بعد ما بردوا قطعتهم شرايح الرقيق، شايفين شلون اخذين التأميرة برا نفس تأميرة المطاعم. شوفوا شو حلوة على فكرة، يعني هلأ هيك الدجاج مستوي، يعني اللي بحب انه ما يكفي وياكل يعملوا هيك سندويش دغري مستوي الدجاج، بس انا رح بدي اخذ طعمة المطاعم على اصوله. بعد ما قطعتهم الصوص اللي بقي معي كتيته فوقهم، خلطته معهم، وهيك عم بصفهم بصينية الفرن. مثل ما كنتم شايفين حطيتهم بصينية الفرن وصفيتهم. هلا بكت الزيت والسمنة والدهن اللي نزل منهم اللي ضل بالمقلاية، بكتوا عليهم وبحطهم بالفرن. برجعكم بعد ما صير. هاي هلا بعد ما طلعتهم من الفرن شوفوا لي تأميرة واللون، يا ويلي، اما الريحة شي تاني جد جد. يعني حتى زوجي قال لي الطعام جايبتيها الطعمة المزبوطة. هلا رح نلف ساندويش، حط خبز مشروح، انا عملته فيديو قبل هذا الفيديو، عملت علمتكم طريقة كيف تعملوا خبز الصاج او خبز الشاورما. بجيب رغيف خبز صاج ورغيف خبز عادي،
طبعا راح اخذ الدسم تبع الدجاج وادهنها بالمايونيز، حط لها شوية مخلل، في ناس بحبوا يحطوا لها دبس رمان، طبعا هاي كل واحد هو مثل ما بيحب. انا حطيت بس مايونيز ومخلل والشاورما. جد عن جد يعني طعمي خرافية طلعت. هاي هلا هيك لفيتها، هاي اول سندويشة وهي التانية. هلا بدي سخنه، بدي لكهم بالزيت او دهن صينية الدجاج، صينية الشاورما، عشان ياخدوا الطعم المزبوطة. وبهي الطريقة رح سخنهم، او بسخانة عادية او بمقلاية، فيك تحطي شوية زيت وتحطيهم على الغاز وتاخدي اللون الحمار. بس هو يعني انا ما عندي غاز عادي، الغاز العادي بيعطيها تحسني بتلدعية، بتاخدي هي اللدعة تبع محلات الشاورما. هلأ هون عم بعمل المحمرة اللي بتجي مع الشاورما العربي، معلقة دبس فليفلة ومعلقة مايونيز وشوية دبس رمان، بتاخدي هي الطعمة تبع دبس المحمرة اللي بتجي مع الشاورما العربي. هيك سقتها بالدهن تبع الشاورما، عن جد جربوها وادعولي، طعمي عن جد كتير طيبة طلعت. اتمنى الكل يجربها ويدعيلي. هاي هلا الشاورما صارت تقريبا جاهزة عندي، احمرت، شايفين اللون؟ انا كنت صايمة وما صدقت امتى افطر، بس مشان اكل منه، مشان ذوق الطعمه، بدي اعرف كيف طلعت طعمتها. هلا بدي اقطعهم، انا مجهزه صحن جات خضره، مو خضره، مخلل، وهي يعني جات تبع السندويش العربي، مخلل ومايونيز وهيك شغلات. طبعا انت كيف تحبي تقدميها بالطريقة اللي بدك اياها. انا حاطة جزر وليمون مثل ما كانوا شايفين، ومخلل لفت وخلل خيار وخيار ومايونيز. صفيت الساندويش بهاي الطريقة، شايفين على المنظر شو حلو يا ويل قلبي. هلا رح احط لها شويه بطاطا مقليه، ما بصير ولا صن العربي بدون البطاطا المقليه. هي هلا بحمر المحمره، هيك صارت عندي جاهزة بس سخنة كتير، حلوة بايدي منها لانه فيها زيت صارت تحرق اكتر، وانا كنت مستعجلة لانه قرب يقدن المغرب. شوفولي على هالمنظر، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة، واذا عجبتكم الطريقة يا ريت تكتبولي بالتعليقات، او اذا حدا جربها اكتبي بالتعليقات انه جربها وطلعت ناجحة معه. بشوفكم بخير، بشوفكم فيديو جديد.
بتمنى تكون خفيفة الظل عليكم، ولا تأخذوني إذا ما كتير يعني الفيديو ما كان ظابط كتير، بس لأنه جديد عم صور، إن شاء الله مرة عن مرة بيكون أحسن. بشوفكم بخير، سلام.